يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. سلاما أن تنشر حبا إلهاما، بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. المضمون لكونك والعنوان أنت في عام 1138 تحديدا في أكتوبر ضرب زلزال مدينة حلب، ويقال أنه رابع أقوى زلزال في التاريخ، وراح ضحيته تقريبا 230 ألف إنسان، وحينها دمر المدينة بالكامل، وجزء من الدمار طال أيضا التاريخ والآثار في المدينة، ومنها قلعة حارن الشهيرة والتي تعتبر في الشمال السوري واحدة من خزائن التاريخ الممتد في الشمال السوري. نحن اليوم في قلعة حارم والتي تعتبر جزءا تاريخيا في تاريخ الحضارة الإسلامية ومختلف الحضارات التي مرت على هذه المنطقة. وسبحان الله، ها هو التاريخ يعيد نفسه، يضرب الزلزال سوريا وتتضرر قلعة حارم والآثار الموجودة في الشمال السوري. يقال بأن الشمال السوري تقريباً يحوي ثلث آثار سوريا، ولما ندخل نجدها مهملة كما حال الإنسان المهمل في الشمال السوري. هذه الآثار الممتدة تاريخياً والتي كانت جزءاً حتى من الفتوحات الإسلامية وجزءاً في تاريخ الحضارات المختلفة التي مرت على هذه المنطقة مهملة تماماً، ولا يجد حتى من يعتني بها، لدرجة أنك تستشعر بأن الجدران تشكي لك من الإهمال. ولكي ترى أهمية هذه المنطقة، في يوم من الأيام القاضي ابن شداد المرافق لصلاح الدين الأيوبي استشهد وسمى هذه المنطقة تحديدا بأنها دمشق الصغرى. اليوم نحاول قدر الإمكان أن نلقي الضوء على هذه المناطق الأثرية والتاريخية المتضررة من الزلزال ومن الإهمال، وعسى أن تجد الاهتمام، لأن هذا جزء من تاريخ الحضارات وليس الأمة وحسب. حيا الله يا اخي ابو محمود، ورحمه الله وبركاته. حيا الله ابو محمود، ان شاء الله طيب، حيك ان شاء الله ويكرمك ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. طبعا ابو محمود تعال هنا عشان الكاميرات تكون واضح. نعم. تكون منور الصوره يا ابو محمود. حياك الله وجودك. الله يحفظك. استاذنا فارس منصور احد ابناء مدينه حارم، وهو رجل يعشق التاريخ بصوره كبيره جدا ومهتم بالتاريخ. نعم. فدعانا اكراما منه بانه ياخذنا في جوله في مدينه حارم، وقال لازم بما أنك جيت الشمال السوري تزور قلعة حارم. نعم، وأنتم بتشرفونا. نعم. بكل دقيقة. الله يحفظك. أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك أستاذنا. وسبحان الله، أنا مع دخلتي على قدم الواحد دائما يعني يهتم بالتاريخ ويحاول يتعرف على التاريخ، لكن صراحة في بعض الإحباط. إيه، لا شك، لا شك، لما الواحد بده يشوف هالمنظر قدامه، وخاصة يعني هذا الزلزال الأقوى يمكن في تاريخ سوريا، كان مدمر جدا جدا. أنا فوجئت والله، ذهلت لما طلعت هيك يعني، طلع شمس طلعت بعد المطر، فوجئت بهالمنظر المدمر للقلعة. وسبحان الله يعني كان زلزال مفاجئ. أستاذنا، المنظر يمكن يعني في النهاية أغلب المنظر اللي أنا شفته أنه كثير من المخيمات أجد آثار من أيام الدولة الرومانية، آثار من أيام الدولة البيزنطية. نعم. آثار من أيام الحضارة الإسلامية، تجد يعني
تحولت إلى شادر مخيمات، وتجد ويقول لك هذا الطريق كان أصلا يربط بين سوريا وتركيا وأنطاكيا وغيرها، طرق ومنابع للمياه وقلاع كلها تحولت في النهاية الإنسان تحولت إلى مخيمات. والأكثر من ذلك تجد أجلكم الله يعني تجد بعضها أصبح حظائر للأغنام للأبقار وغيرها بالضبط. وتجد تاريخ يمتد إلى أيام الحضارة الرومانية. الحكي صح، هذا الأمر أنا شفته والتمسه، أمر صراحة مؤلم. المنظر اللي أمامي الآن أقف هنا، يقال بأن هذه العبارة هي العبارة العربية الوحيدة في قلعة حارم. حاولت أن أقرأها، تخيل العبارة الوحيدة من الحضارة الإسلامية فقط هذه العبارة الموجودة، لكن مهما اجتهدت في أن تقرأها أبداً لم تستطيع أن تقرأها، ما استطاع، وبعض منها مشخبط عليه ومهملة تماماً، وهذه دلالة على كلام أستاذنا. لكن أبدأ معاك بما أنه أنت أبناء مدينة حارم. نعم. ونشأت في مدينة حارم مهتم بالتاريخ، أول شيء معنى اسم حارم. حارم في اللغة الآرامية تعني حرم أو حارام. نعم. وهي الأرض المحرمة والمقدسة، محرمة على الأعداء وأرض مقدسة. فوصف يعقوب الرهاوي كمان بمؤلفاته بيقول عنا دير حرم، دير حرم يعني هو الدير الموجود في حارم اللي هون دير مارباس. دير مارباس كان في راهب في المنطقة اسمه مارباس، فيعني بيعود اسمه حسب اللغة الآرامية هي حارم اللي هي حاليا حرم أو حارام بمعنى الأرض المقدسة. سبحان الله، يعني لما يرى الأرض المقدسة معروف عنها هي أرض فلسطين أو كل أرض الشام. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما في محكم تنزيله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. فالاختصاص قالوا حوله تشمل كل الشام، كل بلاد الشام، كل بلاد الشام أبدا. صح. وأكثر من ذلك تجد انطلاقات الفتوحات الإسلامية بدايتها كانت من هذا المكان. حتى أبو عبيدة بن الجراح الله يرضى عنه وجيوشه مع خالد بن الوليد والقعقاع اللي وصلوا للمنطقة لهون، عسكر في المنطقة هون سيدنا أبو عبيدة بن الجراح الله يرضى عنه، وهناك مزار اسمه مزار أبو عبيدة. طيب لو سألتك أستاذنا، تفضل، مما أول حاجة مما تتكون قلعة حارم؟ قلعة حارم مكونة من عدة طوابق. الطابق الأعلى هو للتجارة والاقتصاد والعمل، ما دون ذلك سكان. السكن دائما يكون بالطوابق السفلى. نعم. حتى من يعني حماية كمان من أي غزو، أي رمايات سهام أو منجنيقات، فالطوابق السفلى محمية. تقع أو تتوسط المنطقة بين أنطاكية وحلب شرقا، وتتوسط أيضا بين الشمال من جهة تركيا والجنوب، وكل الموقع هون تمر منه قوافل التجار وتستريح وتبيع وتشتري من حارم، قلعة حارم. وأكبر دليل على ذلك المحلات التي سنراها الآن شبيهة تماما بمحلات المدينة بحلب. يعني هذا الطريق الآن كله هي محلات، كانت أسواق، هذا كله أسواق تجارية. نعم. وما خلف الأسواق المخازن والمستودعات. يعني احنا الان الطريق الممر هذا هو كان عباره عن محلات تجاريه، محلات تجاريه كلياتها هذا، وخلفه بيجي المستودعات. سبحان الله استاذنا، انا السنه الماضيه زرت مدينه القدس بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب لك كنا معك. الله امين ان شاء الله. الله يجمعنا ان شاء الله جميعا امه محمد ان شاء الله. فلما كنت امشي في البلده القديمه تجد نماذج البلده القديمه كانها يعني كان هذا المكان مستوحى من نماذج البلده القديمه، فهذا حتى يدل على أن الباني وكأنه شخص بالضبط واحد. بالضبط. الثقافة. نعم. الإسلامية المعمارية. نعم. والتي اشتهرت بالقوس. نعم. بالقوس. ويكفي أن هذه البلد كانت حاضرة
بداية البناء في العالم الإسلامي نعم. وتطور البناء في العالم الإسلامي نعم. في الدولة الأموية عبد الملك بن مروان. أنت العمران. إحنا الآن ماشيين في الأسواق. الأسواق هي الأسواق التجارية، وخلفنا المدخل الرئيسي من الغرب، فكان التجار يدخلون من هذا المكان لأن القاعة كانت محاطة بخندق مليء بالمياه. أنا سبحان الله في القراءة البسيطة يقال بأنه حتى نشأة صلاح الدين الأيوبي، يعني لما كان نور الدين زنكي يعد صلاح الدين الأيوبي إحدى المعارك خاضها صلاح الدين الأيوبي، أو بداية ظهوره كانت في مدينة حارم، انطلاقوا من حارم. المعارك أو الفتوحات اللي بدأت بعد ما تم الإعداد الكامل للجندي المسلم، تحضير كما يجب، تلقى أو أرسل معلومات لوالي حلب أنه الانطلاق سيكون بإذن الله من حارم، وتمت الموافقة وانطلقت جيوش صلاح الدين الأيوبي من حارم إلى أنطاكية، ثم تابع إلى فلسطين. إحنا أستاذنا الآن مرينا بالسوق، إيش أيضاً الأماكن الأخرى اللي تحويها القلعة؟ بالإضافة إلى السوق التجاري الموجود فيها يوجد فيها حمام عام. هذا كان من الحمامات العامة، هذا القسم الخارجي. بعد خروج المستحمين وبيخرجوا طبعا بجسم دافئ جدا جدا، بيجوا لهذا الاستراحة الخارجية نهائيا لللبس. يا سبحان، شوف هذه كان مكان استراحة، وشوف واضح تماما من البنيان، يعني حتى الإضاءة والإنارة كلياتها يعني نعم. موجودة هون وبالدافئ، الثقوب الموجودة والتفاصيل نعم. الدقيقة اللي كانت موجودة نعم. وشوف احنا في هذا المكان نتكلم عن تاريخ، لكن شوف الإهمال الموجود، يعني هنا تجد قوارير مياه، يعني بقايا قمامة، بقايا قمامة في مكان أبداً. أثري مثل هذا المكان سبحان أبداً. الله بدل ما أنه نكون محافظين عليه إنا ولأجيالنا وإلى يوم ما يبعثون، منظر حضاري. حضارتنا هي حضارتنا، نحن حضارتنا حضارة الأمة الإسلامية اللي هي أكبر توثيق عبر التاريخ على أن المسلمين كانوا في قمة الحضارة والأناقة والنظافة. شوفوا على هالمكان، هذا أكبر مثال على العابسين في 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 الآثار. الحجر كامل، ملاحظين الحجر أساسي موجود هون لهون، هذا مسكر. فشوف بقى حسب مخه، حسب دليلته اللي وصلته منين ما بنعرف، جاي كيسر الحجر، طلي هاي أثار ضرب الكمبريسة، كلياتها ضرب كمبريسة ومهدي من هون من هون، ساوي هالفتحة ما ربما كان ينفذ للطرف الثاني، وعساس يمكن هون له كنز الله عليهم. شو حجارة يمكن نتكلم عنها من قبل الدولة الإسلامية، صحيح؟ صح، من قبل الحضارة، من أيام البيزنطيين. نعم قبل حتى الرومان، حتى الرومان يعني حتى الرومان كانوا موجودين، ثم البيزنطيين، ثم الحضارة الإسلامية. يا الله، شوف الصورة وشوف الإبداع الهندسي أستاذنا كان يحكي. نعم هذه الفتحات كانت تدخل الماء من النبعة ويمر عبر الفخار، هذه بقايا الفخار. نعم بواري الفخار، والفخار نعم. يلف على كل الحمام، على كل الحمام هاد واللي والحمام الآخر الغرفة الثانية الشيء الثاني اللي بدي ألفت انتباهك له، أرض الحمام مو هاي الأرض للساعة، هاد بيكون في فراغ تحت أرض الحمام مشان الحرارة الوقود للماء تجي تحت بلاط الحمام، وهي أرضية الحمام. لاحظوا معي بقايا البلاط، هذا هو بقايا أرضية الحمام. لاحظوا هاي البقايا، هاي أرضية الحمام هيك، يعني الناس كانت توقف إلى هذا أيوة الحد. لهذا الحد هون، وهذه لتدفئة الأرضية، هاي الأرضية عم ينوقد تحت المنة. يا الله، فالحمام تبرك على بلاط حمام، لا ساونا ولا من جاب الخبر. يا الله، يعني شوف سبحان الله لأي درجة التطور اللي كان موجود، والإبداع الهندسي اللي كان موجود، الديناميكية اللي كانت موجودة،
وفي أدق التفاصيل الإبداعية. يعني الآن أنا والله أستحضر صورة قصر الحمراء في الأندلس كيف تم الحفاظ عليه. نعم. وكأنك أنت نعم. في قصر الحمراء في الأندلس، لكن شوف كيف هناك الاهتمام وكيف هنا الإهمال حول هذا المكان. يعني وآسف أقول هذه الكلمة إلى خرابة. خراب. لاحظوا معي كذلك الأمر، هذا الجدار مبني من القرميد، والقرميد معروف عنه الفخار يحفظ الحرارة، يحتفظ بالحرارة، فهذا يساعد على الاحتفاظ بحرارة الحمام والمستحم ما يبرد، فكان في قمة الحضارة عشان يحافظ على درجة حرارة الجسم، على جو الحمام، درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم وحرارة الحمام الدافئة باستمرار. نعم. شوف كل أنابيب، لاحظ أنابيب، شوف أنت تكلمت عن الفخار، شوف مفترض مجرى الفخار يعني يوازيه في المكان المقابل، هنا الفخار يوازيه، لكن شوف يعني وصل الإهمال لأي درجة. هذا المكان عبارة عن إسمنت. نعم. إسمنت عمل يدوي. عمل يدوي هذا فعلا. الفخار التاريخي طيب الموجود في هذه الحضارة اللي نتكلم عنها بإسمنت، يعني عمل بدائي، عمل يدوي يتغطى بإسمنت. يعني هاي الياسة، الياسة القديمة شايف، وهذا الفخار تحت المنا. لاحظ رمل، يعني مثل كأني طينت الحكمة، رمل وجص وغيره وغيره بيختلط بيصير أقوى من الإسمنت الحديث. طبعا يعني أستاذنا كلامه إلى الآن عن الأماكن المتعلقة بالعامة، لسه هناك قسم آخر متعلق بالملوك وبالأمراء وأقسام أخرى كبيرة جدا ما تستطيع حتى أن تحصرها في قلعة أو في حلقة واحدة. هذا بئر أستاذنا؟ هذا البئر هو نبع القلعة الأساسي اللي يتجاوز عمقه 50 متر. 50 متر؟ 50 متر. يا الله. لما أجت البعثة الإيطالية مع بعثة الآثار في سوريا وتم التنقيب كشفوا عنه. طبعا هي حارم أصلا، هي القلعة كاملة قائمة على نبعة كان تسقي المنطقة بالكامل، تسقي المنطقة بأكملها، لذلك الـ التجارة والاقتصاد نما فيها بشكل قوي جدا جدا. نعم. يعني القادم من السفر شو بده؟ أول شغلة استحمام وماء للشرب له ولدوابه، فهذا كان متوفر، لذلك كانت نقطة تجارية اقتصادية هامة بشكل لا يوصف، من الشرق للغرب ومن الشمال إلى الجنوب. هذا القسم كله قسم الملوك والأمراء، والصورة الملفتة تغير المباني ويدل على تغير التاريخ وعلى كم الحضارات التي مرت فقط على هذا المكان وكم الأمراء الذين مروا على هذا المكان. يعني دائما يقال انه التاريخ هو صفة وجود الأمة، فالأمة التي تهمل تاريخها تحكم عليه بالإعدام وتمحي تاريخها تماما، وما نراه في قلعة حارم وفي الشمال السوري من إهمال لهذا التاريخ هو إهمال لصفة الأمة الإسلامية. فاليوم لما نتكلم عن حارم لا نتكلم عن موقع يجب أن تهتم به سوريا وأهل سوريا، بل كل الأمة يجب أن تهتم بقلعة حارم وبالآثار الموجودة في الشمال السوري. ورسالة منا ومن خلال هذا البرنامج لكل المسؤولين عن الآثار والمتاحف وحفظ التاريخ الإسلامي أن يهتموا بهذه القلعة أو بآثار الشمال السوري.
أنت العمران.